السلام عليكم، والله مسيكم بالخير ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم حب ورضا من بعد، سأل الله منه وكرمه أن يوفقنا وياكم جميع المسلم وأنا في المعنقول، أسأل الله يعني أن يوفقنا ويعيننا وياكم جميع المسلم على كل خير بإذن الله ويمنعنا على الشر ودربه بإذن الله، اللهم أمين. يعني الأخوان في كذا واحد عسى الله يحفظهم ويزيدهم حرص ويوفقهم جميع المسلم يا رب العالمين، يكلموني وين الفيديو حق الفيتامينات؟ الفيتامينات انا اقدر انزل هذا واكتب كتاب، ولكن ودي يكون بالصوره افضل، لان شفنا ولله الفضل منه يعني تفاعل مو طبيعي، المكبشرين عندي بالسناب ولله فضل منه ما شاء الله اعداد، عسى الله يجعلهم شاهدا لنا علينا جميع من يشاهدنا يعني. والوضع لازم اني ابين واحط كل شيء له وكتابه تكون فوق باذن الله. وانا موضوع اليوم على موضوع باذن الله يعني نافع لكل صقار باذن الله يجهل الشيء هذا، وهو انك الحين لا كان عندك الفرخ، لا ما انصحك تعلمه على تعلوم على الدجاج، ولا ما انصح نصيحه، لان جوا خيرنا كلها دجاج وبلاوي، ابى اعلم اعلم على الكنتي البط الرومي الصغير، ركزوا على كلامي، الفزن، يعني الأمور هذا اللي تخبر إذا ما حصل لي كروان، مرات كروان يجي مرات ما يجي، هذا اللي يعني متواجدات بإذن الله، دام متواجد هني أبذل الأسباب اللي تخلي الطير يعني تصير في ظهاره بإذن الله، وتطبع أطبوع اللي يقوم كل يوم يشوف له شيء. أنا أنصح كل راعي فرخ بالحركة هذه كل يوم تقريبا نوع للطير، مرة هالشكل مرة هالشكل مرة هالشكل، بإذن الله تعالى معينه صحيح بارع يعني غير، ولكن بإذن الله بإذن الله من باب تجربة سولف أنا، ودائما مداوس أوري الطير اللي معاي يدعمها دعوم أحبارة تقول يعرفها لها سنين ولله الفضل منه، لأن كثرة الحمام ترى يعني نقول فيها بس حمام 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 للطير يعني تخليه ما يطالع شنو الصيدة الكبيرة، ولكن إذا شغلك تنويع تنويع أنا أقول لك يا هلا أحبارة يلي ماخذ طير للحبارة، ركز على كلام بإذن الله تطلع فائدة راح تقول قالها بإذن الله، خل طيرك يداوس دايم يعني الفترة هذه كلها خليه يداوس لين يجي وقت الربطة، تبتهد لحمامة مو دايم خاصة الفرخ مو دايم، طير أحبارة يا جماعة أنا مو سولف اللي وناسة وهدد حمام وطير يلحق وشكل، لا فيه طيور طيور أحبارة والرجال يبي أحبارة، أنا أحبارة يمشي على اللي قاعد أقوله بإذن الله، إنك لا شفت أحبارة إلا يدعمها بإذن الله مثلا بعينه، ولكن ركز على الكلام مداوس يعني شبه يومي، يوم الواح يوم طيارة أو يومين بأسبوع متفرقات مو ورا بعض، الطيارة كثرتها أنا قلتها مبطي والله فضل منه، هذا اللي أشوفه أنا كثرتها على الطير يعني ما هي حلوة إلا للتعلم، التعلم سهلات يعني أعلم كل يوم كل يوم، لين أتعلم الطير ثبات وبعدين أوقف الطيارة بدأ نبدأ معاه برنامج اللي كنت أمشي فيه من أول، بعدها عاد يوم أو يومين من كل أسبوع متفرقات أو بعد أسبوعين يوم واحد أو يومين على حسب وضع عادنا، ولكن أهم شيء كفر عليهم داوس، إذا تبي الطير بإذن الله يصير أموره هداد بالعربي على شيء، لازم أنك تنوع له لازم تنوع له وتعلمه شلون طريقة بإذن الله يقوم على أي شيء بإذن الله تعالى معينه، والله بفضل رب العالمين ولله الفضل منه مجرب كذا طير كذا طير جربتها إني أعلمه لا ورجع أحباره يدعمها دعوم من فضل رب العالمين، يا الله رب لك الحمد والشكر، عسى الله يوفقنا وياكم المسلم ينفع بما نقول، وبإذن الله تعالى معينا بس أخلص الفيتامينات إن شاء الله أشوفهن وأجمعهن وهذا راح أرسلهن إن شاء الله، عسى الله يوفقنا وياكم المسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.